اخوان هذا الموضوع مهم بزاف، ولكن راه مع هذا الشيء ديال ما كاينش الحمام وهذا الشيء راه كاين مشكل عويص، لان الناس ولات كتعطي الريحه كارهه في اللحم ديالها، والاكثر يطلعتي الطوبيس ولا الطاكسي ولا الترامواي كتشوف في الروائح ما غاديش تقدر تستحمل. اللي كنطلبوا من هاد الناس ديالنا يشوفوا كيفاش واش ممكن، حنا معاهم ماشي ضد، ولكن حنا معاهم في قضيه الجائحه ما خصهمش تحلوا، لان الناس خافوا علينا الله يجازيهم بخير، كما خافوا علينا تنشكرهم جزيل الشكر، ولكن راه خصو انت المواطن اللي ما عنده لا حمام لا والو وتتلقاه ساكن غير في بيت ولا شي حاجه، خصكم تردوا واحد الانتباه باش هاد الناس هما يتنقاو هاد الشيء وترجع، ونطلبوا من الله يرفع عنا الوباء باش ترجع المياه لمجاريها. الدنيا غتفنى ولا الماء عندهم في الديور، تيخلص الماء تيخلص الماء، علاش ما يعومش في الدار يسخن ست الماء ويعوم بالماء يبقى خارج بالخندز ديالو قدام عباد الله، نشموا الروائح في الطوبيسات وفي الطرام وفي الزنقه، نشموا ريحه العرق ديال الناس، بحال حنا عايشين في عهد الحجري اللي ما تيعومش. المهم غتغسل الوسخ ديالك غتغسلو في الدار بحال غتغسلو في الحمام، الحمام شكل والدار شكل، ولكن التنقية راه مذكورة في القرآن، النقر مذكور في القرآن ومذكور عند المسلمين، ما مذكورش عند المسيح ولا على ذوك المسيحيين اللي تيعوموا في الديور تيمشيو للحمام تيخرج لك نقي ما تشمش ريحة العرق فيه. حنا ولفنا العجز ولفنا والله يهدي لهاد الناس، غادي يخلص الماء غادي يخلصو ويخلص باش يعوم فوس الضرورة يخصو يعوم. العومان في او الاستحمام في الدار ماشي هو الاستحمام في الحمام، حقا كاين فرق شاسع. اولا الواحد في الحمام كاين اللي مولف كيمشي الحمام، مولف كي ربما يعني بعباره اخرى مولف ذاك الحمام الوقت اللي تقطع عليه بهذه العباره توسخ، اذا الاغلاق ديال الحمامات بمثابه ان الاوسخ كثروا بزاف. ما نقدرش نهضر على الفئه ديال المغاربه اللي توسخوا ولا ما توسخوش، مي الحمام مسدود الوسخ بزاف، دونك هذه شي حاجه باينه. حاجه اخرى نتمنى من الله اخويا ان شاء الله يحلوا الحمامات، باش حتى الناس نهضر على هاد الناس اللي مساكن خدامين في الحمامات بحال الكساله بحال الناس يعني مال الحمامات اللي خدامين في الحمام راه مضرين بزاف، هادو هما الناس اللي خصنا نفكروا فيهم الاولين. بالنسبه للناس اللي يعني ولفوا الحمام غيصبروا، عندنا ما نديروا، هذا الشيء دابا راه ماشي الحمامات بزاف الامور، ولكن ان شاء الله فاش غادي تحلوا الحمامات انا كنتوقع غيكون على طريقة المعلقين، نار نار يا حبيبي نار، كل شيء غيمشي الحمام، الوجهة واحدة إلى الحمامات، الصغير الكبير، وهذا الشيء اللي بغيت أنا مزيان، غنعيش هذيك الأجواء، ما كرهتش غنمشي بالجاكيطة ديالي وغندخل بالجاكيطة ديالي الحمام، وغنعوم بالجاكيطة ديالي، بغيت باش ندير فيديو تما في وسط ديك الأجواء، وحلوا لنا الحمامات الله يجازيكم بخير، لأن الحمام راه كيبقى من الضروريات. هذا الوباء اللي جانا على غفلة، الله يجينا وينجي أمة محمد من هذا الوباء. ولينا اخويا نشوفوا بزاف ديال الناس اللي ما نكذبش عليك، هو في الاصل ديجا كيكون شويه حنا البلاد عندنا راك عارف مستوى ضعيف، لا من النظافه لا كل شيء، وكاينين شي ناس هما الله يهديهم تنطلبوا منهم باش يديروا عقلهم ويتنقاو واحد شويه وينقيو معاهم الدنيا. حتى بحال تشوف راه كطلع للطوبيسات، راه انت راه غتكون واحد من الناس اللي كيطلعوا للطوبيسات، الدنيا راه لا حول ولا قوه الا بالله، الطاكسيات حتى هما يعني اللي كنطلبوا من الناس هو يتنقاو. انا الفكره اللي كطيح لي في دماغي في بالي هي شنو هي؟ هي الحمام مثلا الا مشيتي ولقيتي هذوك الناس العمال اللي كاينين لداخل تماك عندهم الكوفيد، يتسد الحمام، ولكن الحمام دابا كتدخل ليه ما كتلقى حتى حاله، ما خرجت منه حتى شي حاله، علاش يتسد الحمام؟ الحمام نورمالمون خص يبقى، المساجد تحلت هي الحمد لله، ما كاينه حتى حاله، ما كتبان حتى شي حاجه، لا ذاك الامام في المسجد، لا ذاك اللي كيسيق، لا ذاك اللي، والحمد لله على كل حال، الله يرفع عنا هذا الوباء. هو الحمام فعلا اصلا كان لاقي شويه. هذا هو الله يهديهم على نفوسهم، الله يهديهم، شي طوبيسات بعدا كاين اللي كطلع عليهم كتشم شي ريحه كريهه، لا يرتلاها، الله يهدي ما خلق.